مع سيدنا إبراهيم عليه السلام عشان نعرف اسم الحلقة أو المعنى اللي قصدناه من هذه الحلقة. وصلنا مع سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى أنه خرج من أرض مصر ومعه زوجته السيدة سارة ومعهم هذه الخادمة أو الأمة التي أهديت إليها بسبب عفتها لأنها اتقت الله سبحانه وتعالى. هذه الأمة اسمها هاجر، وبعد كده معهم أموال ومعهم عبيد ومعهم أنعام، وبعد كده ذهبوا وعادوا إلى أرض الشام مرة أخرى. في أرض الشام الله سبحانه وتعالى أراد أن يتجلى بمعجزة على سيدنا إبراهيم عليه السلام، عطاء الله سبحانه وتعالى. إيه اللي حصل؟ السيدة سارة لقيت إنه زوجها سيدنا إبراهيم عليه السلام لم ينجب، وبعدين هي مصابة بالعقم ما أنجبتش. طيب إيه الحل؟ يعني هنعمل إيه؟ فقالت له تسر بهذه الأمة، يعني أعطيك هذه الأمة هدية وتعاشرها معاشرة الأزواج، وبعد كده هي يعني تعاملها على أنها زوجة لك، وبالتالي فعسى أن يرزقك الله سبحانه وتعالى منها ولدا. طيب إيه اللي حصل؟ يعني إيه تسر؟ تسر يعني تصبح ملك يمين الله. قديما كان هناك نظام اسمه نظام العبيد والإماء، ويجوز للرجل اللي هو إذا امتلك أمة من الإماء إن هو يتسرى بها. يتسرى بها يعني يتخذها كالزوجة بالنسبة له. طب هيدفع لها مهر، هي أصلا ملكه بالنسبة له، هو هي سلعة مشتريها. كان هذا النظام موجود من قبل الإسلام. الإسلام وجده أبقى عليه فترة، وبعد كده بدأ الإسلام يعني يحاول ان هو يحل هذه المشكلة بعتق الرقاب، وجعل مصرف من مصارف الزكاة عتق الرقاب وتفريج الكروب. سيدنا إبراهيم عليه السلام لما تسرى بها شاء الله تعالى ان تحمل وان تنجب ولدا اسمه إسماعيل. لما انجبت السيدة هاجر سيدنا إسماعيل عليه السلام، قيل انه دبت الغيرة في قلب السيدة سارة، لكن في هنا وقفة ولازم نصلحها. أهل الكتاب بيقولوا إن هي اللي أمرت سيدنا إبراهيم عليه السلام إنه يأخذ هذه المرأة اللي هي هاجر ويأخذ معاها ابنها وإنه يلقيهم بعيد في الصحراء. لما نيجي نقيم الكلام ده نلاقيه غير صحيح. ليه؟ لأنه أولا ما ينفعش إنه السيدة سارة تقول له خد مراتك وابنك ووديهم بقى في الصحراء ورميهم في الصحراء هناك، وبعدين هو يقوم واخدهم ورميهم في الصحراء من غير أكل وشرب، ونسمي هذا الفعل فعل مستقيم. لا، ده فعل، ده نوع من القتل، ده قتل بطيء. يعني هو ما قتلهمش بسرعة، إنما أخذهم ورماهم في الصحراء يصيبهم الجوع والعطش والهلاك والأفاعي والسباع إلى غير ذلك. فده نوع من القتل ونوع من الظلم. إنما إيه اللي حصل؟ دبت الغيرة في قلبها، نعم، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر سيدنا إبراهيم عليه السلام أن يأخذ زوجته أو الأمة اللي هي السيدة هاجر ومعاها ابنها سيدنا إسماعيل، وإنه يذهب بهم إلى هذا المكان، ومش أي مكان، ده هذا المكان تحديدا. ما قالوش اطلع من بلاد الشام للصحراء وحطهم هناك، إنما أمره الله سبحانه وتعالى أن يذهب بهما إلى هذا المكان عند البيت الحرام، لأن الله تعالى أراد أن يعمر هذا المكان تهيئة لقدوم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني شوف معايا إنه هذا الفعل فعله الله سبحانه وتعالى، وإنه يأمر بذهاب السيدة هاجر وذهاب سيدنا إسماعيل أمنا المصرية إنها تذهب إلى هذا المكان من أجل تعميره، عشان يجي سيد الأنبياء خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بآلاف السنين في هذا المكان. هذا هو قدر الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يعلم في ذلك الوقت ما الذي خبأه الله تعالى في علمه. يبقى هذا الأمر إنما هو بأمر الله سبحانه وتعالى. الدليل على الكلام ده إنه سيدنا إبراهيم عليه السلام لما أخذهم وذهب بهم إلى هذا المكان وتركهما، سألته السيدة هاجر إلى من تتركنا في هذا المكان؟ فسكت ولم يرد عليها، وبعدين ألحت عليه ثم قالت له الله أمرك بهذا؟ قال لها نعم. قالت إذن فلن يضيعنا أبدا. الجملة دي لازم تكتب بماء الذهب. يعني إيه؟ السيدة هاجر المرأة البسيطة المصرية سألت سيدنا إبراهيم عليه السلام إيه اللي جابنا في المكان ده وهتسيبنا في الصحراء، سيب لنا شوية أكل وشوية مية، مين اللي قالك تعمل فينا كده؟ الله أمرك بهذا؟ هو ده أمر من ربنا سبحانه وتعالى؟
قال لها نعم. قالت إذن فلن يضيعنا الله أبدا، فلن يضيعنا. هي عندها يقين في أنه طالما ربنا سبحانه وتعالى هو اللي أمر بذلك إذن فلن نضيع، لأن الله سبحانه وتعالى هو السميع، ولأنه هو البصير، ولأنه هو اللطيف، ولأنه على كل شيء قدير. هذا هو بداية اليقين، فانظر ما سيحدث بعد ذلك، تابعونا بعد الفاصل.